بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كرة القدم اوقات كتيرة بتكون ظالمة، بس مهما بتظلمك بترجع تديك حقك بعدين. المنتخب السنغالي فاز على المنتخب المصري 4-2 بركلات الجزاء واستحق التتويج عن جدارة ببطولة كأس الأمم الأفريقية. المنتخب المصري مشكورا على الأداء اللي قدموه البطولة كلها، مشكورا على إن احنا وصلنا فاينل، مشكورا على إن احنا وصلنا ضربات جزاء. أنا بشكر اللعيبة وبشكر الجهاز الفني، لأن أنا كشخص بتكلم في الكورة بقالي فترة، أنا ما كنتش متوقع من المنتخب ده أي حاجة إطلاقا، ولا هتكلم معاك على تغييرات، ولا هتكلم معاك على إن أنت لو حطيت لعيب أساسي مكان لعيب، لأن صدقني لو حطينا كل الناس اللي كانت بتطالب بيهم الجماهير جوه الملعب النهاردة كان الموضوع ولا هيختلف في أي حاجة، لأن فرق الجودة باين أوي. مع احترامي يعني فرق الجودة بتاع لعيبة السنغال باين قوي مع لعيبة منتخب مصر، ولا التحام لعيبة منتخب مصر بياخدوه، ولا واحد على واحد لعيبة منتخب مصر بيعرف ان هم يعدوا، ولا كور تانية بنعرف ناخدها منهم. نص ملعب كان مسيطر على المنتخب السنغالي من البداية للنهاية. منتخب مصر ولا دقيقة حسيت ان هو كان قادر ان هو يجاري السنغال هجوميا، ولا كان قادر ان هو يخلق فرص. منتخب مصر ما ظهرتلوش ملامح الا لما وصل مروان حمدي. مروان حمدي للناس كلها كانت بتطالب بوجود محمد شريف، اللي يا جماعة كاريلو كولوبالي عمل ماتش على محمد، على مصطفى محمد عمال يضرب فيه ومصطفى مش عارف ياخد منه ولا كوره، فانا هنزله محمد شريف اللي هو في الالتحامات صفر. ايه منتهى التهريج اللي الناس بتتكلم فيه يعني؟ قال يعني محمد شريف لو كان موجود النهارده في ظل الماتش اللي مقفول، في ظل الماتش اللي فرق الامكانيات الفرديه والفروق الفرديه بين اللعيبه واضح قوي، محمد شريف كان هيبقى زوره وكان هيكسر الدنيا. هل لو زيزو بدا النهارده مكان عمر مرموش كنا نلاقي في اي اختلاف؟ هل لو تريزيجيه بدا مكان مرموش او اي حد بدا مكان اي حد كان هنشوف اي اختلاف؟ الموضوع مش محتاج اي حاجه يا جماعه، الموضوع محتاج انك تتكلم بالعقل وبالمنطق. هل انت كنت مستني منتخب مصر يوصل للفاينل؟ منتخب مصر وصل للفاينل. ايه هي لعبه منتخب مصر في الماتشات الاخيره؟ هل بنلعب لعبه تكتيكيه؟ هل بنلعب لعبه هجوميه؟ احنا لعبتنا ان احنا بنوصل ضربات جزاء وبنخلي المحلل الاداء يشتغل على ضربات الجزاء وبنوصل لمحمد ابو جبل طريقه اللعيبه هتخش تشوط فين، لا اكتر ولا اقل. انما ايه خطتنا في ال 120 دقيقه؟ خطتنا دفاعيا كويس جدا، بنعرف نقفل. امام عاشور رغم ان ده مش مركزه الا انه عمل ماتش محترم قدام ماني هو وحمدي فتحي. الناحيه الثانيه فتوح وعمرو السلاعي على قد ما يقدروا وحاولوا يوقفوا اسماعيل صار، بونا صار وسيسي وسي وسالي وسيسي عملوا ماتش كويس جدا على الاطراف. تتكلم على لعيبه يا جماعه كان في فرق باين قوي في ام الملعب، فان انا اقعد اتكلم على ان في لعيبه هو اللي هيغير شكل منتخب مصر، مفيش حد هيغير شكل منتخب مصر. ال 11 لعيب مش قادرين ان هم ياخدوا اي التحام فردي او اي كوره مش عارفين يطلعوا بيها من خط الدفاع. انت بتتكلم على في فرق واضح قوي، في فرق بين السماء والارض في الملعب، ومع ذلك انت عايز تقنعني ان الازمه كانت ازمه مدير فني. ما نبطل بقى نصب يا جماعه، احنا لولا ان احنا كان عندنا مدير فني عارف يوقف اللعيبه دي كويس قسما بالله ما كنا هنعدي الدور الاول. انت لو عايز تلعب الكره الهجوميه اللي في دماغك ان منتخب مصر كبير القاره ومنتخب مصر ما ينفعش يدافع قدام اي حد، مش هنكسب ولا عمرنا هنعمل اي حاجه. الماتش راح وجه راح وجه، رغم ان امكانيات اللعيبه بتاع منتخب السنغال كانوا اعلى منك بكتير، بس مع ذلك انت كنت لسه موجود جوه اللعبه. انا عن نفسي خرجت بره المباراه خالص من بعد ساديو ماني وصلاح في ضربه الجزاء في اول 7 دقائق. يعني صلاح رايح يقول لابو جبل خلي بالك ماني العب لك هنا، ماني راح سمع ودخل قال لك ابو جبل خلي بالك، صلاح قال لك العب لك هنا، صح حب يغير الزاويه حطها في النص زي الزفت. بعد كده المنتخب المصري مفيش شكل هجوم، مفيش اي حاجه. اللعيب الوحيد اللي بنرتكز عليه محمد صلاح، هو اللي طلعنا نهاجم وهو اللي محمد صلاح نشتغل بيه هجوميا وادوار هجوميه بس كده. مفيش تريزيجيه لما نزل كان كويس، مرموش ما جاش معانا البطوله دي، مصطفى محمد ادوار تكتيكيه بس، انما مصطفى محمد بنلعب له عرضيات ومصطفى محمد الكلاسيك لا ما جاش موجود معانا. ده مصطفى محمد اللي بيعمل ادوار دفاعيه كان موجود معانا. احنا كفرقه دفاعيا عملنا بطوله مميزه جدا جدا جدا، انما كفرقه هجوميا معدلاتنا التهديفيه حاجه فضيحه. ما بنعرفش نعمل هجمات مرتده ولا بنعرف نعمل هجمات متحركه ولا بنلعب كرات ثابته، بس للامانه يعني كرات الثابته بدانا نتحسن فيها، بدليل ان احنا اخطر كوره النهارده اللي في الملعب كانت كرات ثابته. منتخب مصر انا ما طلبتش منه اي حاجه، فمنتخب مصر لما يوصل لي فاينل بتوجع شويه لما انت تكون قدام الكاس وبتخسر، بس هنعمل ايه؟ الكوره كده. ما استحقناش ان احنا نكسب. ما استحقناش يعني جبل صد، كنا متاكدين ان محمد عبد المنعم هيضيع، ولا قدر الله وحصل فعلا محمد عبد المنعم ضيع، كنت متاكد ان المهند لاشين هيضيع وان مندي هيتصدى لوحده، لان الكره مهما ظلمت السنغال مش هتخليك تاخد البطوله بالاداء السيء اللي انت عملته ده. عملنا اداء روح كويس، بس احنا كتكتيكيا بندافع كويس بس ما بنهاجمش. انت اتعادلت مع كوت ديفوار في 120 دقيقه، اتعادلت مع الكاميرون في 120 دقيقه،
120 دقيقة كسبان المغرب 2-1، النهارده 120 دقيقة 0-0 وما عندكش غير كورة واحدة بس هي اللي خطيرة بتاعت محمد صلاح اللي على الطرف اللي شاطه مندي صد، إنما لو نحسب الكرات بتاع مروان والحاجات دي فلا، كان في فرق واضح وكان في فرق جودة عالية أوي. أنا مش هقول ماشي كروش أو يعمل أو صار. بالعكس كروش وصلني لحتة أنا ما تخيلتهاش، كروش وصلني لحلم جميل جدا بس جينا في آخره وعرفنا إن إحنا نرجع للواقع تاني. نرجع للواقع، إحنا فرقة عندنا أزمة لعيبة وعندنا أزمة جودة. اللعيبه داسوا على نفسهم على قد ما يقدروا، حاولوا، واكتشفنا حارس مميز جدا زي جاباسكي اللي انا بقدم له كل الاحترام، والنهارده محمد ابو جبل لولا وجود محمد ابو جبل وتالق محمد ابو جبل المنتخب المصري كان ممكن يخسر 4. اه محمد ابو جبل شال كتير قوي، فاحنا كسبنا في البطوله دي محمد ابو جبل، كسبنا في البطوله دي شكل دفاعي كويس، بس شكل هجومي عامل ازاي؟ اجرك الله. عارف ان الكلام ممكن يبدو قاسي بس هي دي وجهه نظري، انت ليك وجهه نظر تانيه براحتك، بس انا عن نفسي في 120 دقيقه ولا دقيقه شفنا ان منتخب مصر كان قادر ان هو يجاري منتخب السنغال. لو ليك راي تاني براحتك، عجبك الفيديو خير وبركه، ما عجبكش الفيديو هي الكره اراء.